السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيك العافية. اليوم طبعا المحاضرة غير المتزامنة، هي محاضرة يوم الثلاثاء. المحاضرة الماضية بلشنا في شابتر جديد اللي هو شابتر 7 Statistical Quality Control. طبعا وصلنا لعند السكاتر دايجرام، بس خلينا سريعا نراجع اللي حكينا المرة الماضية كون العدد كان قليل. تمام، هلا الستاتستيكال كواليتي كنترول فكرته انه بتحدث عن الكواليتي كنترول، كيف نستخدمها يوزنج الستاتستيكال تولز. طبعا هذول التولز في عندنا ديفرنت تولز، اهم تولز حكينا عنهم او بلشنا فيهم اللي هم الباريتو تشارت، هيستوغرام، بروسيس فلو دايجرام، تشيك شيت، سكاتر دايجرام، كنترول تشارت، الكوز اند افكت دايجرام. طبعا احنا هون وصلنا لعند السكاتر دايجرام، فهي فكرة يعني الستاتستيكال كواليتي كنترول هي فقط تطبيق من تطبيقات الإحصاء، تطبيق من تطبيقات الإحصاء. طبعا لأهميته موضوع الكواليتي كنترول، عشان هيك احنا يعني عملنا يعني شابتر خاص في موضوع الستاتستيكال كواليتي كنترول. طبعا المبدأ الأول اللي هو التول الأولى سميناها الباريتو تشارت أو الباريتو دايجرام. الباريتو دايجرام هي بيسكلي عبارة عن عملية ترتيب للمشاكل اللي بتصير عندنا بأي منتج، أو مش بالضرورة دائما تكون مشاكل، وإنه ممكن يكون يعني مثلا إيش البرودكتس اللي بتعطينا أعلى مردود أو أعلى إنكم نرتبها نشوف مشان نهتم فيها أكثر. نفس الكلام الكومبلينس اللي هي الشكاوى اللي بتيجي عن منتج معين أو بارت معين مثلا، نشوفها يعني نرتبها بشكل تنازلي من الأكبر للأقل، ونشوف كيف نتعامل، يعني نتعامل معها مشان نحدد إيش الأهم المهم، يعني الأهم فالمهم. يعني أهم إشي اللي هو طبعا بصير فيه الموست بروبلم زي هون اللوس تريد وحكينا. فهاي البروبلم اللي هي بدي أبدأ فيها أنا تو هاندل السيتويشن. يعني أنا عادة ببدأ بالمشكلة اللي بتعمل لي أكثر، بتجيب لي أكثر إزعاج، وبحاول أحلها وأتعامل معها. تمام، من هون إجا طبعا مبدأ الباريتو. الباريتو يعني باريتو هو إيكونومست إيطالي، اقتصادي إيطالي، يعني عالم اقتصادي إيطالي، اكتشف أو حكى عنده نظرية إنه 80% من الثروة بتتركز ب 20% من السكان. ماشي، وهذا طبعا طبقوه على أشياء مختلفة، بالصناعة، بالبزنس، بالتجارة، بأشياء كثيرة. أي واحدة من تطبيقاتها طبعا بالنسبة لنا هون بالكواليتي كنترول. فزي ما أنتم شايفين هون تلاحظوا إنه مثلا هاي البروبلم اللي هي متمثل واحدة من سبعة، تمثل 64% من الإشكالات. بالتالي لو أخذنا هاي 13 زائد 64 تطلع عندنا 77. إذا لاحظوا هذول الثنتين مثلوا لنا تقريبا 80% من البروبلمز. فطبعا بدي أبدأ بالبروبلم هاي الأولى، بعدين أنتقل للثانية and so on. فبتكون الأولوية دائما لأول واحد اللي هي most severe. وحكينا برضو عن الهيستوغرام، قلنا الهيستوغرام واحد من التولز اللي احنا بنستخدمه to see if the distribution is normal or not normal. قلنا normal لما بكون بالشيبد. تمام، لما بكون بالشيبد بكون عبارة عن نورمال، يعني بالشيبد بالشكل هذا. هلا نون نورمال معناه انه بده يكون، احنا بلغة الاحصاء بنحكي سكيود. ماشي، يعني لو رسمنا هون مرة ثانية الداتا اللي عندنا هون، رسمنا لها ديستريبيوشن على شكل خط تقريبا، بطلع عندنا شيء زي هيك. هذا طبعا سكيود لانه لاحظوا له ذيل طويل بالاتجاه هذا، يعني مش متماثل حول المين. يعني المين ممكن يكون هون مثلا سموير هون المين. تمام، فمش متماثل حول المين، وبالتالي في عندنا سكيو. قلنا لما بكون ذيله باتجاه اليمين معناته اسمه رايت سكيود، يعني اللي بحدد عندنا سكيود انه رايت اور ليفت هو اتجاه الذيل. اتجاه الذيل هون باتجاه اليمين، فهذا بنسميه رايت سكيود. وبتكون عادة السكيونس فاليو، تتذكروا بشابتر 1 حكينا عن شيء اسمه السكيونس فاليو، يعني لما نعمل ديسكريبتيف ستاتستكس بيعطينا السكيونس فاليو. هاي هون السكيونس فاليو بالنسبة لنا راح تكون بوزيتيف، لأنه رايت سايدد، لأن الليفت سايدد بتكون سكيونس نيجاتيف. ماشي،
طيب إذا هاي بالنسبة ل طبعا في different histograms، زي ما قلنا الهيستوغرام بيعطينا النورماليتي، وقلنا النورماليتي is one main assumption. عادة احنا كنا دائما نتعامل مع الداتا نشوف النورماليتي عن طريق النورماليتي بلوت، أو بنستخدم طبعا هيستوغرام، يعني الهيستوغرام برضه بيعطينا قديش درجة النورماليتي. الانحراف عن النورماليتي إذا كان بسيط يعني مش كثير كبير، ما عندنا مشكلة زي التي ديستريبيوشن مثلا، لكن إذا كان ميجر أو سيفير معناه في عندنا مشكلة بالداتا، وحكينا عنها بالتفصيل طبعا لما كنا نحكي عن الدياجنوستكس. التول الثالث اللي هي الفلو تشارتس. الفلو تشارتس اللي هي sometimes احنا بنسميها البروسيس فلو دايجرام، نسميها أحيانا الفلو تشارت، أحيانا بنسميها سكيماتيك دايجرام إلى آخره. يعني هذول تقريبا هم كلياتهم ايكوفالنت لنفس المبدا، هي عباره عن جرافيكال ديستريبيوشن ل ديسكريبشن عفوا للورك. ماشي، طبعا الفلو دايجرام بتكون بالشكل هذا، في لها زي ما قلنا رموز المره الماضيه، كل رمز له معنى. تمام، ممكن تكون كمان بالشكل هذا، يعني تكون عباره عن بيكتوريال يعني صور. ماشي، تورجينا الفلو البروسيس كيف بصير. وقلنا انه في عندنا سيمبلز، هذول السيمبلز متعارف عليهم، الدائره معناها اوبريشن، المستطيل معناها انسبكشن اند سو اون. هذول بيستخدموهم عاده لما بيعملوا الفلو دايجرام على اساس تكون الفلو دايجرام يونيفرسالي اندرستود. تمام، قلنا بالمصانع بيستخدموا اكثر النوع هذا اكثر، يعني اي مصنع او بروسيس او عمليه بيستخدموا هذا النوع الدايجرام. لاحظوا this is a single sheet diagram و it is self explanatory. هون في معلومات اللي بيعبوه ومعلومات الشركة إلى آخره. هون عندنا الخطوات مرتبة حسب عددها، بعدين هون احنا بننتقل حسب operation transport إلى آخره، حكينا عنه هذا بالتفصيل، يعني ممكن ترجعوا للتسجيل المحاضرة الماضية. وهون description للبروسيس with time and distance required. لاحظوا هاي most common بالنسبة للمصانع وال يعني الشركات، لانه هاي يعني مور ديسكريبتيف واضحه، يعني ما بدها اي يعني بتضلها اوضح من بروسيس زي هذا مثلا. تمام، فيها ديسكريبشن وافي عن كل شيء. ممكن طبعا الفلو دايجرام كانت تكون بالشكل هذا، يعني a little bit more complicated حسب البروسيس، بتختلف من بروسيس لبروسيس، احيانا تكون very complicated. بس هي الفكره من الفلو دايجرام او فلو تشارت انه تورجينا كيف البروسيس بيمشي بشكل سريع، لانه دائما الصوره بتعطينا indication أو انطباع أسهل من الكتاب. يعني قرر يشيل خطوات ويعملها وإذا بدي أعدل عليها. حكينا طبعا كمان عن التشيك شيت. التشيك شيت قلنا عبارة عن شيت احنا بنحدد فيها الأنواع المختلفة من الديفكتس. تمام، هون مثلا لاحظوا في عندنا 4 شفتات، مثلا 4 أنواع من الديفكتس، وكل نوع بدنا نشوف حسب الشفت وين بصير الديفكتس أكثر إشي. بيستخدموها مثلا بالتصويت للمرشحين وإشي زي هيك، يعني في لها طبعا أكثر من استخدام. هاي هون مثلا جهاز تلفزيون بدهم يشوفوا المشاكل يعني وين بتصير، وحددوا المصادر 1 2 3 4 5 6 مصادر ل البوتنشال بروبلمز، ولاقوا انه مثلا هو المشكله بالكباسيتر مثلا اكثر شيء يبدو فيها زي ما حكينا. رقم 4 حكينا عن الكوزا نيفر دايجرام، واللي هي بسموها الفيش بون دايجرام والايشيكاوا دايجرام. هاي طبعا من اهم يعني الكواليتي كنترول تولز طبعا اللي اخترعها، او يعني اول واحد حكى فيها كواليتي ادفوكيت او عالم في مجال الكواليتي اسمه كيرو ايشيكاوا 1953، ياباني يعني طبعا. تمام، وهذا بقسموها طبعا حسب يعني هاي الموست كومون، بحطوا هون الكواليتي بروبلم، بعدين بشوف المصادر الاساسيه له اللي هي المجرمنت، القياسات الهيومن من الناس من البشر، ماشينز الالات، الانفايرومنت اللي هي البيئه، الماتيريالز المواد، والبروسيس اللي هي العمليات. فبروحوا بصنفوا تحت كل واحدة من المين كاتيجوريز سب كاتيجوريز. يعني لما نقول ماشينز مثلا، ايش المشاكل اللي بتصير بالماشينز؟ عادة اوت اوف ادجستمنت، مش معمول لها معايرة بشكل كويس.
تولينج بروبلمز، التولز فيها مشاكل، الاولد والورن مثلا صارت مستهلكة and so on. فلاحظوا هاي بتعطينا تقريبا كل البوتنشال كوزز اللي ممكن تشكل البروبلم، وبناء عليها انا بقدر اقرر من وين اجت عندي المشكله. طبعا في عندنا مجال من السيستم بده يورجينا وين صارت، يعني ايش المشاكل اللي بتصير، شو سببها، هل هي مثلا مين من الهيومن، هل من المجرمنت، من الماشين، من الانفايرمنت، فبدنا نحدد مشان نقدر نتعامل مع هاي البروبلم. فلاحظوا مفهوم الكواليتي، دائما احنا بنحكي كواليتي كنترول، احنا بنتحكم بالجوده، كيف بدي اتحكم او اضبط الجوده؟ لازم بالبدايه اعمل قياسات واعمل يعني خلينا نقول تراكنج للبروبلم وسببها، اللي هي الروت كوزز. تمام، طبعا هنا في عندنا كورس اسمه الكواليتي كنترول انا بدرسه، وبنعطيه يعني بتفصيل اكبر من هيك بكثير، يعني بنحكي عن مفهوم الكواليتي ليش مهم، قياس وانواع الكواليتي تولز بالتفصيل الممل. طبعا يعني هون احنا بنعطيكم بس لانه هي جزء من العمليه الاحصائيه، بنعطيكم عنها مقدمه. تمام، طبعا حكينا برضو عن ادفانتجز لل فلونوجرام بايش بتفيدنا، انواعها، في عندنا مانيفاكتشرنج والسيرفيس. طبعا احنا في عندنا قطاع تصنيع وقطاع خدمات بتعرفوا، فهذولا يعني بيختلفوا الايتمز اللي بهتم فيها انا في موضوع الكوز افكت دايجرام. على السكاتر دايجرام وصلنا هون، السكاتر دايجرام طبعا بتعرف هي تول عباره عن اكس واي بلوت، الهدف منها تورجينا مبدئيا هل في علاقه بين المتغيرات اللي هم اكس واي، ده كان طبعا اكثر من اكس بدنا، بتتذكروا كنا نحكي بالمالتيبل لينير ريجريشن انه في عندنا شيء اسمه الماتريكس بلوت، الماتريكس بلوت هاي بتكون مالتيبل سكاتر دايجرام، يعني واي مع اكس 1، واي مع اكس 2، واي مع اكس 3، بعدين اكس 1 مع اكس 2، اكس 1 مع اكس 3، اكس 2 مع اكس 3 and so on. اذا كان مثلا عندنا 3 variables، بالتالي اكس واي بلوت هي يعني طريقة سريعة وسهلة على اساس نشوف اذا في correlation، في علاقة بين الاكس والواي. تمام، هاي طبعا بنستخدمها بشكل واسع لما يكون في عندنا يعني علاقات مرتبطة ببعضها، علاقات مرتبطة ببعض، زي بتقول مثلا تأثير درجة الحرارة على أداء المشين، أو زي المثال اللي أخذناه بتتذكروا البطارية كيف بتأثر عليها زيادة درجة الحرارة كفاءتها مثلا and so on. وبالتالي هون نحن بنحكي عن علاقة سببية، العلاقة السببية اللي بتكون عادة إكس واي بلوت، يعني فيري سمبل، ممكن احنا بالاكسل نحط الاكس والواي ونرسم العلاقه بيناتهم السكاتر بلوت وتطلع عندنا السكاتر دايجرام هاي. بعدين طبعا بناء عليها انا اي ويل ديسايد وير تو جو فيرذر، يعني اذا في علاقه مثلا يعني كوز افكت، علاقه هون بين اكس وواي، زي العلاقه هاي مثلا انا بكون مور انترستد اروح مثلا على اعمل الانوفو واعمل الريجريشن اشوف ايش طبيعة العلاقة، قديش قوتها، يعني هاي يعني قوي بس مش كثير مثلا، زي العلاقة هاي بوزيتيف كورليشن، بعرف مثلا كل ما زاد اكس بيزيد واي اند سو اون. فبالتالي هاي بتعطينا انديكيشن سريع عن كيف طبيعة العلاقة بين المتغيرات اللي عندي. ولاحظوا ممكن نعملها احنا لأكثر من متغيرين، يعني بصير عندنا مالتيبل بلوتس. تمام، طبعا هاي التولز كلها بقدر اعملها عن طريق الاكسل بسهولة، ماشي، او يعني مش كلها يعني بدها اكسل، في منها بقدر انا باكم اعملها مثلا الوورد او على الباوربوينت، زي مثلا الفلو دياجرام سهل اني اعملها، مش صعب، مربعات يعني واعبيها رسوم. طيب الران شارت هي سبيشال تايب اوف، نسميها كنترول شارت. طبعا الران شارت اللي هي احيانا بيسموها كمان تايم سيريز، تغيرت أسعار المواد الخام عندي بالمصنع على مدى آخر مثلا 3 سنوات أو 6 شهور، أحاول أعمل زي بروجيكشن أو بريدكشن كيف راح تكون طبيعة السعر مثلا في المستقبل. يعني هاي الداتا بتفيدني مثلا في موضوع الكواليتي، بيهمني بشكل كبير لأنه بدي أعرف أنا كيف تأثير مدخلات الإنتاج مثلا على الربح and so on. يعني هي very common طبعا استخدامها، من يعني زي ما قلنا هي special type of scatter diagram، بس انه ال x axis بكون عادة time، time مثلا second day month year hour and so on. ماشي، هي برضو علاقة بين x و y، ولكن العلاقة بتكون ال x بتكون عبارة عن يعني اللي هي time coordinate أو time unit. طبعا الكنترول شارت
كمان في علاقة بين واي واكس، ولكن المرة هاي الكنترول تشارت احنا الاكس اكسس ما بكون عبارة عن تايم، بكون مثلا سامبل نمبر او اي فاريبل ثاني. يعني اذا كان تايم بصير اسمها ران تشارت، اذا كان مش تايم الاكس اكسس يكون اسمها كنترول تشارت. هلا الكنترول تشارت طبعا يعني احنا راح نشرحها اكثر بالتفصيل شوي يعني بالمحاضرة الجاية او اللي بعديها. ظل عندنا احنا محاضرتين طبعا، لهما يوم الأحد ويوم الثلاثاء القادم. الكنترول شارت هي عبارة عن رسم، مثلا هون أشوفوا العلاقة بين النمبر والديفكت اسمها السامبل نمبر، ماشي. وفي له هون حدين نسميهم الأبر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت، وطبعا هاي السي بار اللي هي الأفريج، تمام. الكنترول شارت هي اسمها كنترول شارت، it is a chart to control the process. بدي اشوف الان هاي النقاط اللي عند النمبر اوف ديفكتس، هل هم ضمن التو ليميتس هذول بنسميهم الابر كنترول واللور كنترول ليميتس؟ اذا كانت ضمنهم بسميها ان كنترول او اندر كنترول بروسيس. اندر كنترول بروسيس يعني البروسيس ما في اي مشكله. هلا اذا طلعت نقطه مثلا هون برا او تحت هون، معناته في عندي مشكله، بدي اشوف ايش سبب هاي المشكله. عادة يعني هنا بتطلع على النمبر اوف ديفكتس، النمبر اوف ديفكتس بده يكون يعني اول شيء بده يكون راندوم طبعا زي ما بتعرفوا، بس بده يكون كمان يعني مش كبير، ما فيش فاريابيليتي عالية، تمام. هاي فكرة طبعا الكنترول تشارت، راح نحكي عنها احنا اكثر. تمام، إذا بنحكي يعني هاي بالنسبة للكنترول شارت، بنحكي عنها بالمور ديتيلز. طبعا في أنواع مختلفة للكنترول شارت راح نحكي عنها تالي. خلينا نأجل الديتيل ديسكشن لوقتها. في عندنا أنذر تول اللي هي اسمها الستيم أند ليف ديسبلاي. طبعا الستيم أند ليف هي فكرة تمن الشجرة، الشجرة إلها جذع وإلها أغصان، وكل غصن في عليه أوراق and so on. فراحوا عملوا نفس الفكرة هاي to classify data. لما يكون في عندنا data كثيرة طبعا، لاحظوا هاي الأرقام بالتيبل يعني ما بتعطيني أي indication إيش مثلا هون مثلا response time بالبيكو سكند للانتجريتد سيركت، هون مثلا 4.64 مثلا 6 and so on. فما بعطيني فكرة إنه يعني كيف طبيعة هاي الداتا. فبنروح هنا بنصنفها، هون مثلا حطينا الستيمز 3 4 5 6 اللي هم هون، لاحظوا احنا عندنا من الثلاث للستة. طبعا هذا هون اللي هو الديجيت الأول اللي هو الأحد، الأجزاء العشرية اللي هي هون مثلا هاي أول قراءة 3.7 3.4، بعدين اللي بعديها 3.4، بعدين اللي بعديها 3.7 and so on. بعدين خلصنا من تبعات 3 يجي على 4 4.6 4.0 4.1. إذا هاي الداتا اجيت أنا فرغتها هون، تمام، فرغت هاي الداتا كلها وحطيتها على شكل ستيم اند ليف، ستيم اند ليفز ليفز، هاي اللي في الاولى هاي اللي في الثانيه اند سو اون. ونفس الكلام عملت 5.6 ل 5.1، بعدين 6، بعدين في عندنا 2 6 هاي 6 10 6 6.0 6.0. ففكروا بالخط هذا اللي هو مفصل بين الستيم والليف، الليف او الليفز اللي هو ال ديجيت اللي هو الفاصل العشري، الفاصلة العشرية هاي الفاصلة العشرية، تمام. طيب تعطينا فكرة مثلا انه معظمها جاي بالرينج هذا اللي هو تبع الفور، بين الأربعة وبين يعني الثلاث والأربعة، أو عفوا الأربعة والخمسة، ماشي. هاي معظم الداتا جاي بين الأربعة والخمسة، والأقل شيء اللي هي عند الستة، تمام. another way to express الداتا هاي اللي هي نفس الداتا هاي اللي عندنا، في شيء اسمه دوت دايجرام. دوت دايجرام طبعا الدوت دايجرام زي الستيم اند ليف. هاي لاحظوا الستيم اند ليف هون مثلا هاي 3.1، هاي شايفين 3.1، هون مثلا 3.4 3.4 3.4، ماشي. بس هذول هون تو ديفرنت بلانتس، يعني هذا اللون الغامق هون الجراي اللي هو بلانت بي، والابيض بلانت اي. بس لاحظوا هون هاي القراءات مثلا لما نقول هاي مثلا هاي 4 قيمتها 4 بيكو سكند، هاي مثلا 4.2 بيكو سكند 4.2 بيكو سكند 4 بيكو. يعني فالنقاط المتشابهه بنحطها فوق بعض بشكل عمودي، عمود. المختلفه طبعا افقي، بتوزع بين الاربعه والخمسه، بعدين الخمسه والسته، لحظه هاي السته نفس الشيء، تمام.
فبالتالي هاي الدوت دايجرام برضو انذر جود واي تو يعني ديمونستريت الفاريابيليتي اللي بتصير عندنا في الداتا. فهذول التولز اللي حكينا عنهم هم عباره عن مجموعه من الكواليتي كنت بنسميهم الكواليتي تولز، طبعا في غيريهم بس يعني احنا ما بدناش نشرح كل شيء او ما فيش الرئيسية اللي ضبط الجملة. ماشي، إذا هاي بالنسبة للجزء الأول. الجزء الثاني طبعا راح نحكي فيه عن الكنترول تشارتس، تمام، اللي هي هاي حكينا عنها وقلنا راح نشرحها in more details. الكنترول تشارتس أنا طبعا هاي مهمة بالكواليتي وبالإحصاء. نعرف بالبداية إيش هي الكنترول تشارت فانكشنز، يعني إيش أهميتها. كنترول تشارتس are decision making tools. They provide an economic basis for identifying whether to alter process or leave it alone. Then لاحظوا it is an important tool بالquality control because it helps in decision making اتخاذ القرارات. ماشي، فهي بتعطينا معلومات عادة بتكون لها علاقة بالكوست، يعني مواضيع الاقتصاد، الكوست، التكلفة، الأشياء هاي، وهي بتعطينا indication إذا كان البروسيس is اوكي or need to be changed. طبعا يعني راح نشوف كيف احنا نعرف، يعني حكينا قبل شوي انه في عندنا ابر كنترول ولور كنترول ليمتس، خلينا نقول هذول الحدود اللي لازم البروسيس او العملية ما تتجاوزهم، يعني ما ينزل تحته ما يطلع فوقه مشان نكون doing well. تمام، فهاي الكنترول ليمتس عشان هيك اسمها كنترول تشارت، لانه في لها كنترول ليمتس الابر واللور اللي حكينا عنهم هون. لاحظوا هذا الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت، وهذا البروسيس كله بتصير within الليميتس هاي. تمام، فدائما طبعا احنا الكنترول تشارت معلومتين بتعطينا اول شيء كيف الداتا بتتغير البروسيس، وبتعطينا هل في شيء طالع برا البروسيس او لا. طبعا احنا كنا بنحكي مثلا بالريجريشن عن موضوع الاوتلايرز. هلا بالريجريشن بتعرفوه علاقة سببية بين الاكس والواي، هون احنا بنحكي بشكل عام لما بيكون في عندنا بروسيس، يعني مش بالضرورة تكون علاقة سببية بين اكس وواي، بنحكي لما بيكون عندنا بروسيس بناخذ داتا، هل الداتا هاي كلياتها within يعني كنترول ليميتس اور لا. هاي فكرة الكنترول تشارت. كنترول تشارت The control chart are problem solving tools. They provide a basis on which to formulate improvement actions. بنلاحظوا احنا لما بنعمل كنترول شارت الهدف نشوف هل البروسيس عندنا is according to الليميتس اللي حطيناها الابر واللور كنترول ليميتس، is it within or not، يعني اي شيء مثلا بيطلع برا الخطين هذول الابر واللور كنترول ليميتس بدي اعتبر انه في عندي مشكله، او بدي اعالجها اشوف شو سبب انه الداتا بصير فيها هالفاريابيليتي العاليه، يعني بتطلع خارج الليمتس اللي انا اصلا حددتها. طيب هلا في عندنا شيء بالاحصاء بنسميه الستاتستيكال بروسيس كنترول. في طبعا ستاتستيكال كواليتي كنترول، وفي شيء اسمه ستاتستيكال بروسيس كنترول، بس نشرح فقط الفرق بيناتهم. هلا قديما يعني اول ما بلشوا الناس يعملوا الموضوع الكواليتي كنترول بنحكي عن الاربعينات والثلاثينات القرن الماضي 1930 ل 1940، وبلش الاهتمام بموضوع الكواليتي، كان في شيء اسمه الستاتستيكال كواليتي كنترول اس كيو سي. طبعا الكواليتي كنترول مفهومه انه انا في نهايه خط الانتاج، مثلا اذا بنحكي على المصانع، بهمني اشوف المنتج النهائي هل هو مطابق للمواصفات ولا غير مطابق، هذا اسمه الستاتستيكال كواليتي كنترول. هلا المشكله بالستاتستيكال كواليتي كنترول انه انا بستنى لللاست ستيب، فأنا صنعت أنتجت المنتج أو البرودكت اللي عندنا، والآن افرضوا طلع عندي مشكلة، إيش بدي أعمل؟ بدي أتلفه مثلا، بدي أعيد التصنيع؟ لا، صار في عندنا شيء اسمه statistical process control. هي عملية الكواليتي كنترول بتصير على البروسيس كامل، بداية من المواد الخام اللي بتدخل على البروسيس لعمليات التصنيع المختلفة، فكل نقطة بتكون عبارة عن عملية كواليتي كنترول. فخلال البروسيس كامل من البداية للنهاية بكون بكل نقطة في عندنا ضبط للجودة أو تحكم بالجودة. هذا عشان هيك بسميه الستاتستيكال بروسيس كنترول، اللي هو الآن تستخدمه المصانع.
فبعمل أنا ضبط للجودة بكل خطوة بعملها، بكل خطوة بعملها، وبالتالي بضمن إنه من البداية إذا في عندي أي مشكلة أعالجها، يعني ما أستنى لآخر خطوة يطلع عندي منتج اللي هو فولتي برودكت، يعني فيه مشكلة وأقعد أروح أدور أشوف وين المشكلة. لا، أنا من البداية بعالج المشكلة من ما يدخل المنتج لا يطلع النهائي، وبالتالي أنا بقلل أساساً فكرة الديفكتس أو الأعطال أو الخراب أو اللي إحنا بنسميها الديفكتيف برودكت، اللي هو فيه عيوب يعني أو فيه أخطاء أو غير مطابق للمواصف، خلينا نحكي. تمام. فبالتالي لاحظوا هون احنا بنعمل ستاتستيكال بروسيس كنترول. ستاتستيكال بروسيس كنترول هو زي دايجنوستيك تول، يعني وسيله تشخيصيه للمشاكل. هلا هل بيساعدنا بحل المشكله؟ لا طبعا، هو بيقول لنا لو في مشكله. هلا حل المشكله في اذر تولز زي الكنترول شارت مثلا. فالستاتستيكال بروسيس كنترول هو عباره عن اداه تراك البروجريس اللي بصير عندنا بعملية التصنيع مثلا أو تقديم الخدمة، ولكن لا يعالج المشكلة إذا في مشكلة. معالجة المشكلة عن طريق other tools such as control chart أو إشي أي إشي. في عندنا طبعا different tools راح نحكي عنها. طيب، so control charts are powerful aids to understanding the performance of process over time. إذا نفهم كيف بصير عندنا البروسيس تغيره مع التايم. لاحظ دائما البروسيس معناه إنه في عندنا input وفي اوتبوت، يعني انبوت بدخل مثلا، بدي اصنع مثلا تليفون، بدي في مواد، المواد الخام اللي بدي ادخلها، بعدين في عمليات تصنيع مختلفه، بعدين بده يطلع عندي منتج نهائي. يعني بدي اصنع دواء مثلا، نفس الكلام، انا في عندي مواد خامه بده تدخل، بعدين بدي المواد الخام هاي اخلطها بطريقه معينه، اعرضها لحراره، اعرضها ل مثلا معالجات معينه كيميائيه الى اخره، اعملها فصل، بعدين اغلفها وانتجها. هذا بنسميه بروسيس. اذا هو البروسيس مالتيبل ستيبس، مالتيبل ستيبس. فلاحظوا هنا in order to understand the variability او الفاريشن. الفاريشن المقصود فيه هو الاختلاف، يعني احنا قلنا الاختلاف او الفاريبيليتي اللي جاي اساسا من السيجما او الاس اللي هي الستاندرد ديفيشن والفاريانس. هي احنا دائما بالكواليتي أو بالإحصاء يعني بشكل عام بدنا نحاول نفهم دائما شو سبب الهاي variability، لأنه الهاي variability معناته في عندنا مشكلة. The lower the variability the better. تذكروا احنا لما كنا نحكي عن لأنه دائما كنا نتطلع على موضوع السيجنال تو نويز ريشيو، السيجنال اللي هي التريتمنت والنويز اللي هي الايرور. تمام. وبالتالي كنا دائما نقول انه we reject null hypothesis and conclude that the treatment is significant لما بكون عندنا ال variability قليلة مقارنة مع ال treatment أو ال error اللي صاير في اللي كان نسميها sum of square. احنا طبعا sum of squares، فكنا دائما نحاول نقلل ال error sum of square أو ال error mean square mean square error، ونزيد ال treatment mean square بقدر الإمكان يعني. تمام. كنا دائما نحكي انه كل ما كان السيجنال تو نويز ريشيو اعلى معناته التريتمنت از سيجنيفيكانت، كل ما كان السيجنال تو نويز ريشيو اقل كل ما كانت نون سيجنيفيكانت، وبالتالي اي ويل اكسبت النال هايبوثيسيس. ماشي. فدائما هاي سيجنال تو نويز ريشيو يا جماعه معناها انه ريجكت النال هايبوثيسيس. لو سيجنال تو نويز ريشيو لو يعني منخفض، سيجنال تو نويز ريشيو معناه اكسبت النال هايبوثيسيس، يعني ما في افكت او ما في سيجنيفيكانت. طيب، إذن هلا الـ variability فيها لها two main sources، نسميها النوع الأول نسميه chance causes، والنوع الثاني اسمه assignable cause. هلا chance cause معناه random، يسموه sometimes كمان common cause. random هذا ما بتحكم فيه، اسمه chance يعني by chance، بصير عندي بالصدفة أو يعني بدون ما أكون أنا بقدر أتحكم فيه. والنوع الثاني من الـ variability هو أو الـ variation assignable cause. assignable cause بقدر أنا أحدد سببه، وبالتالي ما دام بقدر أحدد سببه بقدر ألغيه، وبالتالي أقلل الـ variability. وهون الـ control chart دائما فكرتها إنه نفصل الـ chance cause عن الـ assignable cause، لأنه الـ chance cause أنا أساسا إشي عشوائي ما بقدر أتحكم فيه، ما بقدر أعمل فيه إشي. الـ assignable cause لا، أنا هذا إشي بكون فيه له سبب واضح، و I need to investigate السبب، أشيل الـ variability وبالتالي أقلل
اقلل الفاريابيلتي او الغي الاساينه بالكوز اوف فاريابيلتي. So الشانس كوز از انهرنت تو ذا بروسيس اور راندوم اند نوت كنترولبل، ما بقدر اتحكم فيه، ما بقدر اعمل فيه شيء. اف اونلي كومن كوز بريزنت اللي هو الشانس كوز، the process is considered stable or in control. هلا لما نقول control in control or stable process، هذا process ممتاز ما عليه أي مشكلة، ما في أي مشكلة. The process is under control or in control معناه إنه stable أموره تمام، ما بدي أعمل ولا شيء. هلا الأصانة cause variation due to outside influence، إذا في لها أسباب وهاي الأسباب أنا بقدر أعالجها، مش random، مش إشي random out of my control. If present the process is out of control. إذا في عندنا assignable cause of variability بنسميه out of control. إيش يعني out of control؟ يعني the process is unstable. The process فيه مشاكل وبدي أعالجها، هاي معناه. إذا في عندنا chance cause وال assignable cause، نفهم الفرق بيناتهم تأثيرهم على the process. So control charts help us learn more about processes by separating common and special causes of variation. تمام؟ إذا بيساعدنا الكنترول شارت نفس أسباب الفاريابيليتي تباين أو التغير في البروسيس إلى assignable and random or common cause. تمام، هاي طبعا الآن إحنا شغلنا بكون دائما على بس special cause أو assignable cause، لأنه هو اللي بقدر عن طريقه أنا أحسن الفاريابيليتي. تمام، لأنه قلنا الراندوم كوز أو اللي هو بنسميه هون الكومون كوز، أنا ما بقدر أعمل فيه أي شيء، هو راندوم، شيء طبيعي inherent to the process. So determine whether a process is in a state of statistical control or out of control. إذا كان قلنا حكينا إذا كان سبب ال variability هو فقط ال common أو ال random cause، يكون ال process in control. نسميها state of statistical control أو اختصارا in control. هلا إذا كان الكومن كوز موجود والاساينبل كوز او السبيشال كوز موجود، الان بصير عندنا اوت اوف كنترول. ماشي، اذا الكومن كوز لحاله ما بعمل لنا البروسيس اوت اوف كنترول، لكن الاساينبل كوز اذا كان موجود والفاريابيلتي بعمل لنا اوت اوف كنترول. الاوت اوف كنترول في عندنا مشكله، وي نيد تو تيك ان اكشن. ان كنترول او اونلي كومن كوز معناته ان كنترول، معناته البروسيس ماشي كويس بنتركه ما بنبلش فيه. طيب to estimate the process parameters اللي هو mean variation and assess the performance of the process or its capability. نسميه ال process capability وراح نحكي عنها أكثر حاجة. طيب controller charts to monitor processes. To monitor output we use a control chart. We check things like the mean range standard deviation. طبعا ال control chart له أنواع مختلفة. في عندنا كنترول شارت للمين، في شيء للرينج، وفي شيء للستاندرد ديفيشن. هو نفس المبدأ، بس انه يعني هون بستخدم المين اللي هو الافريج، هون بستخدم الرينج اللي هو اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة، والستاندرد ديفيشن حسب تعريفه اللي هو بقيس لنا الفاريابيليتي. تمام، ولا هم نفس الشارت، بس يعني هون انا ممكن اكون مهتم اكثر بالمين، بشارت ثاني بيهمني اكثر الرينج اللي هو الفروق بين الكبير والصغير، وبشارت ثالث ممكن يهمني الفاريابيليتي اللي هي الستاندرد ديفيشن. So to monitor a process we typically use two control charts اللي هم المين والفاريشن. طبعا زي لما تذكروا حكينا في الشابتر 1 السنترال تندنسي والديسبيرجن، دائما احنا مشان ناخذ الصوره كامله بده يكون عندنا شيء مجر للمين الافريج اللي هو السنترال تندنسي، وشيء له علاقه بالفاريشن اللي هم اما الرينج والستاندرد او الستاندرد ديفيشن. فوي ويل نيد بوث تشارتس، بوث تشارتس يعني واحد يقيس لنا المين والثاني يقيس لنا الفاريابيلتي او الفاريشن. طيب هلا in order to build a control chart، مشان نعمل control chart بنحتاج ثلاث أشياء. الشيء الأول اللي هو center line because where the process average is centered or the central tendency of the data. طبعا يعني center line هو عبارة عن average grand mean بنسميه، اللي هو average of the average، يعني بناخذ average لكل القراءات بنرسم خط، هذا بيكون center line. هلا في عندنا upper واللور control limits، هاي طبعا اللي هي بتشرح لنا الديسبيرجن او السبريد في الداتا. ماشي، الابر والكنترول، الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت، طبعا كيف نحسبهم؟ هم المين بلس طبعا قيمه
ستاندرد ديفيشن مضروبه في الفاكتور، راح نورجيكم كيف تحسبوها، بس هي عباره عن مجال للسبريد. طبعا كمان الكنترول تشارتس بنعمله اما للفاريبلز او للكواليتيتيف بارامترز، بالضروره دائما يكون عندنا variables اللي هو continuous or measurable characteristics، بس احنا اللي راح نحكي عنه فقط اللي هو تبع ال variables. measurement data taking and arrayed on charts. طيب هلا اذا في عندنا نوعين، قلنا الاكس بار والار chart. الاكس بار اللي هو بيقيس لنا المين اللي هو الكنترول chart للمين، والار chart اللي هو الكنترول chart ل الرينج. تمام. So the X char bar chart is used to detect changes in the mean between subgroups, which is the central tendency or location effect. Well, R chart used to detect change in variation within subgroups, notice dispersion effects. لاحظوا هي نفس فكرة الأنوفا هون، ولكن مطبقة للكنترول charts. يعني في عندنا between groups, measurement between groups اللي هي change of variability between groups اللي هي احنا سميناها treatment sum of squares يعني بالانوفا. تمام. و within groups اللي هي الايرور، within groups اللي هي الايرور sum of squares. طيب هسه نيجي للخطوات كيف نعمل control chart. يعني احنا يمكن بدي اوقف اليوم هون اساس يعني نكمل إن شاء الله المحاضرة الجاية. يعني يمكن نحتاج نحل كمان مثال أو اثنين عليها، فخليها تكون مع بعضها بكون أحسن. خليني مين وايل أحط لكم كنترول تشارتس يعني تشوفوا، مشان المحاضرة الجاية إن شاء الله نشرح أكثر كيف تصير عملية القياس أو عملية بناء الكنترول شارت، لأنه بصراحة من التولز المهمة. فبنشوفكم إن شاء الله الأحد القادم، على أساس برضو يا جماعة نحدد مادة الفاينل ونحكي إذا في إشي عندكم مش واضح نشرحه. يعني ظل عندنا الحين الأسبوع القادم طبعا في عندنا محاضرتين، المحاضرة الواجهية الأونلاين عفوا يوم الأحد، ويوم الثلاثاء في عندنا المحاضرة اللي هي السينكرونس، والثنتين المحاضرتين طبعا راح نلتزم احنا بالمحاضرات على بين ما يعني حسب الكالندر تبعت الجامعة، حسب الكالندر تبعت الجامعة. فبنشوفكم ان شاء الله، يعني اتمنى ان المحاضرة يكون في حضور يعني يوم الاحد، هنا اخر محاضرة مهمة بصراحة. وشكرا لكم.